الرحمن الرحيم، نرحب بكم اعزائنا الطلبه. اتمنى تشترك بالقناه وتشارك هذه الفيديوهات الى اصدقائك طلابنا الاعزاء اللي موجودين حاليا بالميت. زين، اي طالب اليوم سماح، طلاب اللي اجوا جده سماح، المحاضره الجايه اي طالب اساله وما يجاوبني، والله العظيم اسوي له حظر من الميت واسوي له حظر من قناه اليوتيوب. بعد حد محاضره اليوتيوب ما يشوفها. خلينا نتفق هذا الاتفاق، كل اللي عندك تعاريف وأسئلة عن مادة الصوت نزلت لكم، يعني ما خليت شيء ما نزلت. طلاب احكي ضميرك بشرفكم وبغيرتكم، ما أخذنا ذن التعاريف المحاضرة السابقة، ما قلت لكم هذا تعريف الفونيتكس وتعريف الفونيمز وتعريف الريسيفت برونسيشن، وهذا الرسم شرحت لكم إياه مرتين أخذناه إلا ما أخذناه، وتعريف الفوكال كوردز حتى أنا ما أريد، أنا عمي كل شيء ما أريد، أريد من عندك ثلاث تعاريف بس، ذن الثلاثة وجاينا ما حافظهن. تعريف الفونيتكس نصكم ما حافظينه، تعريف الفونيم نصكم عدل ما حافظينهن. يعني طلاب صدق كذي، شو وقت تقرا الماده ما تقول لي؟ اعداد قليل جدا اللي قارين الماده. طلاب لا حد يزعل من عندي، الطلاب الموجودين اللي تسمعوني، محمد مجيد، فاطمه، رويده، علي عقيل، كرار، هذا بأحد الجروبات، نرجس، انتصار، مرتضى، منتظر، سارة ثائر، كل اللي موجودين حاليا، آية عمار، كل اللي موجودين حاليا، الجدد واللي راح، الجدد واللي هسه اللي جدد اليوم اجوا والقدماء، المحاضرة الجاية اسألك اذا ما تجيني قاري اسوي لك ازالة من الميت ومن اليوتيوب. لا حد يزعل من عندي، زين؟ لا حد يزعل من عندي، زين؟ المادة واضحة، وهسه راح نبدي نشرح بقية المادة، لا حد يطول حجج. طلابي اللي جيت أول محاضرة عندنا تعريف الفونيتكس هذا وينه، والترجمة جوه بالعربي، يعني حتى الترجمة مترجم لك إياها، كل شيء مارد من عندك، أتوسل بيك أقول لك بس تحفظ لي المادة، الله يرضى عليك. على العموم خلينا نبلش، بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي اللي إجوا أول مرة ركزوا وياي، كل شيء مارد من عندك، عندك تعريف الفونيتكس تحفظ لي إياه، تعريف الفونيم احفظ لي إياه. وبقية وشارحهم بالتفصيل شارحينه أيضا بقناتنا على اليوتيوب قبلها بمحاضرات، لأني تعريف الريسيفت برونسيشن أيضا تعريف، حتى لو أنت أول مرة احفظ التعريف حفظ، شلون ما كنت تحفظ بالسادس إعدادي هم تعريف تحفظه. وهذا الرسم أيضا مهم، هو والتأشير مالته، يجينا واحد يقول أستاذ أنا ما أعرف أرسم، لا أنت شلون نجحت من السادس؟ الله يرضى عليك، شنو ما تعرف ترسم؟ يعني ما تعرف تلزم القلم بيدك وتكتب؟ شنو السالفة؟ لا تسوونها هنا بسودة يا عيني، لا تسوونا سود علينا يا اخوان، ان شويه انتبه على حالك وانتبه على مستقبلك، انت جاي قسم اللغه الانجليزيه هذا خوش قسم، حرام ما تضيع مستقبلك يا اخوان. الطلاب اللي يقول استاذ اريد الملف بي دي اف، الملف ناشرينه بقناه التليجرام، نضم قناه التليجرام وحتى بقناه اليوتيوب هم ايضا ناشرين هذا الملف. زين، الرسم حفظ، الرسم ينحفظ، تلزم قلمك وتبدا تكتب كل شيء ما بي، هذا الرسم اهم شيء، هذا طلاب اهم شيء، هذا اهم شيء، هذا البقيه مو كلش مهمات، اهم شيء هذا، وهنا نفس الشيء اصلا، اي هذا الرسم اريدك تحفظ لي هو والتأشير مالته، هذا البالت وكذا وشرح ماخذينه بالمحاضره السابقه، الفوكال فوتس او الفوكال كاردز هذا تعريف مهم، تو سمول باندز اوف الاستاتيك تيشيا لاينج اوبوزيت ايتش اذر اكروسينج ذا اير باس انسايد ذا لارينكس، شريحتان صغيرتان من الأنسجة المرنة تقعان مقابل بعضهما البعض عبر الممر الهوائي، شرحناهم بالمحاضرة السابقة وهذا هو تعريفهم، بس مجرد تبدي تكتب هذا التعريف فد 10 مرات 15 مرة وأعيد وأكرر به إلى أن أحفظه، هذا هو تعريف الفوكال كوردز أو الفوكال فوتس هو والرسم. هسا راح نجي ناخذ تعاريف أخرى أيضا مهمات، عندنا البالت اللي هو سقف الحلق يتقسم إلى ثلاثة، اللي هو الألفولار ريدج اللي هو يسمونها الحافة السنخية، والهارد بالت الحنك الصلب، والسوفت بالت يسمونه الحنك الرخو او يسمونه الفلم. زين، الفلم، الفيلم عفوا، الفيلم يسمونه الفيلم. زين، ثلاث تعاريف كلش مهمات لازم تحفظهن. زين، هذا تعاريف وهذا وين التأشير مالته، شوف هذا الهارد بالت، شوف الرسم، هذا وين الهارد بالت، هذا وين، شوف هذا الالفولار ريدج، اي هذا وينه تعريف الالفولار ريدج، هذا الهارد بالت، هذا وينه هارد بالت، شوف هذا السوفت بالت،
او الفيلم هذا وين مكانه هنا يصير، وهذا هو التعريف مالته soft area at the back of the roof of the mouth في نهاية منطقة سقف الحلق. شوفوا فعلا هو هذا وين مكانه بالاخير، وهذا هذا soft palate يكون بالاخير، وهنا عندك هاي المنطقة اللي نسميها احنا الهارد بالات هذا حفظ. عندك كذلك الالفلر ريج هاي المنطقة جدا مهمة. ما اريد طالب يتفلسف علي ويجيني ويقول استاذ ذني ما اخذناها بالجامعة وهذا الرسم مو مهم، هاي السوالف عوفها عني. هذا الرسم دا اقول لك عليه مهم، هذه خارطة، شلون خارطة العراق، شلون خارطة اي دولة من تريد مثلا تمتحن جغرافيا او تاريخ وتأشر عليها قاعدة، هذا نظام راح تمشي عليه، هذا المخطط تحفظه مهم جدا. حتى اذا استاذك ما يريده ما يريدها انت لازم تحفظها على مود تفهم. هسه راح نجي على اليوفيالا. It is the end of the soft palate، هي نهاية سقف الحلق، هي نهاية السوفت بالت. شوفها ركزوا وياي، شوف اي هاي وين هي صايرة، هذه وينها اليوفيالا، اي هذه وينها، شوف اي هذا موقعها، هاي اليوفيالا هي نهاية السوفت بالت، اي هاي وينها نصار، اي هذا تعريف اليوفيالا، هذا هو تعريف اليوفيالا، خاف يجيك بالامتحان. تعريف اليوفيالا It is the end of the soft palate. It is the end of the soft palate. هي نهاية سقف الحلق. زين نجي هسه عندنا تعريف آخر وهو التيث. وهو التيث. التيث are unmovable. تعريفها هي غير متحركة. Are unmovable. هي غير متحركة. يوجد من عندها upper front teeth ولور front teeth. عندنا التيث عندنا نوعين من عندها. عندنا نوعين. طبعا هذا الرسم. شوف هذه وينها التيث، خليك وياي عيني بهذا الرسم، هذا الرسم المصغر، كبرت لكم اياه حتى قربت الشاشه عليك. عندك ايه هذا وينها الابر تيث الاسنان العلويه، وهذه هي اللور تيث الاسنان السفليه، هذا بالرسم المصغر. وايضا عندك هنا بهذا الرسم هنا هذا وين اللبس، هاي الشفتين، تعرفون اكو واحد ما يعرف الشفتين؟ تعريف مالتها يقول لك عليها، ده ينطيك ملاحظة عليها، يقول لك يا بعيني الله يرضى عليك سلم عليك، يقول تحياتي لك ويرحب بيك بالعام الدراسي الجديد، ويقول أنا بالنسبة إلي teeth are unmovable. يعني شنو unmovable؟ يعني غير، أو هي يعني the upper front teeth are important and the lower front teeth are teeth because most English sounds are produced by the upper front teeth. هنا طلاب اكو شغلة مهمة، اكو شغلة مهمة اللي هي شنية، يقول لك الاسنان العلوية upper front teeth اهم من الاسنان السفلية. هذا خاف يجيك سؤال يقول لك ليش الاسنان العلوية اهم من السفلية، ليش تقول له because most English sound are produced by the upper front teeth. السؤال هو الأسنان العلوية أهم من السفلية، الجواب because most English sounds لأنه أغلب أصوات اللغة الإنجليزية يتم نطقها بالأسنان by upper front teeth عن طريق الأسنان العلوية. إذن طلاب إذا يجيك سؤال يقول لك يا هو المهم الأسنان العلوية لو الأسنان السفلية شنو راح يكون جوابك؟ يلا حتى لو بالعربي جاوبني، حتى لو بالعربي يلا جاوبونا بالتعليقات، من هو الأهم الأسنان العلوية ولا الأسنان السفلية؟ اي نعم الملزمة موجودة بالقناة، سألتك سؤال جاوبني علي، شنو السبب؟ شنو السبب؟ طلاب دا يجاوبني يقول الأسنان العلوية، شنو قضيتكم شو كلها علوية علوية علوية، شنو القضية؟ علوية شنو؟ بابا جاوبني جواب كامل، قل لي الأسنان العلوية أهم من الأسنان السفلية ليش؟ Because most English sound produced by the upper front teeth، لأن الأسنان العلوية تنطق جميع الأصوات اللغة الإنجليزية، إذن الأسنان العلوية هي أهم. نعم بالضبط، لأن معظم الأصوات الإنجليزية تصدر من خلال الأسنان العلوية. زين جيد جيد، ما راضي عليكم حقيقة طلاب، أنا كلش زعلان من عندكم والله، كلش زعلان من عندكم.
اليوم أداءكم ما عجبني، أغلبكم ما قارين المادة، اللي قارين نسبة قليلة جدا، هذا جاي ما أعرف ده يسوي. زين زين طلاب لا تنسى راح أسألك سؤال وأريد جوابه بالإنجليزي، أريد جوابه بالإنجليزي، راح أسألك سؤال وأريد جوابه بالإنجليزي. يقول لك السؤال اللبس لها نوعين، تقول له الأبر تيث واللور تيث، العبر الأبر لبس واللور لبس، الأسنان العلوية والأسنان السفلية، خليها ملاحظة يمك مهمة. عين الملزمة ناشرينها بالقناة، الله يرضى عليكم، عفوا الشفتين، أنا قلت لكم الأسنان، الشفتين العلوية لبس شفة. يابا على كيفكم، خطأنا لو كفرنا، صدق كذيب، لا إله إلا الله، صدق كذيب. طلاب عيني، المحاضرة اليوم اللي أخذناها الدرس الجاي أسألك بيها، أريدك تقرأ المادة زين، لا تجيني وتقول الأستاذ ما لحقيت، ما عندي شغل، ما عندي مجال، عندي ظروف، مريض، هاي سوالف ترى كل تلاش بعنا من عندها. معقولة أكو شيء أهم من الدراسة؟ معقولة أكو شيء أهم وأنت بداية سنة وقسم إنجليزي مهم؟ شكو شيء أخذناه اليوم أريد المحاضرة الجاية أسألك بيه.